يا الله. السلام عليكم أصدقائنا العزاز الغالين الطيبين، صحة وعافية إن شاء الله يا رب على الجميع. طبعا بطلب من الأخوة المتابعين كذا مرة سألوا على الطبقات أو التكريسات اللي تكون عندي واللي مجرب عندي. يا شباب، في بداية الأمر اليوم من أريد أسولف على حمامي. حمامي ما يشبه حمامك، لأن حمامك بي دماء غير دماء وحمامي بي دماء غير دماء. فأنت اليوم من أريد أقول لك كمثال، اليوم من أريد أقول لك من اليوم طابقين إحنا الكمنجرتشينة مع الجونسرة، تيدي جونسرة. هذا مو معناها والله تتروح أسرح تطبق لي التيدي والشسمة والكمنجر، بما أنه هاشم جرب هاي الطبقة وتقول طبقة طيارة وطبقة ناجحة. أكو دماء مختلفة يا شباب. اليوم الأغلب من يريد يسأل، خلنا نطلع ذن الحمامات على مود نتونس عليهن. وجبة واحدة يا شباب، وجبة واحدة أبوس إيديكم، وجبة واحدة فدوى لقلبكم. حمام جوازات، حمام مطيار، حمام جوابيات، فرخات، مخاليف، وجبة واحدة، وجبة واحدة. صار معلوم يا شباب. نرجع لموضوعنا، موضوعنا يا شباب من النجحات، العفو، من الطبقات اللي نجحت عندي. هذا الكمنجرتشينة كنا طابقها على رام، طبقة ما نجحت عندي. الكمنجرتشينة ما نجحت عندي ويا الرامبوري، فطبقناها على الجونسرة، تيدي جونسرة. الفضل من الله، أنتجن وطارن بناتن. أنا أسولف لكم عن الأمهات. هذا عندك، هذا البتيرة، هذا البتيرة، هذا البتار. البتيرة يطير عندي بدمه، يطير عندي بدمه، وتريد تكرسه مقابل للتكريس، مقابل للتكريس. يا شباب، الهدف من التكريس أن أكو اختلافات، تكون اختلافات بريش. ويرجع عيني من رخصتك. أي والله ندري بيك جوعان على عيني وعلى رأسي.
أن تكون اختلافات بالريش بس احنا النقطة الأولى يا شباب، النقطة الأولى أن يكون الحمام أنت متأكد من عنده طيار 100%. صار معلوم يا شباب؟ خلي طلع عندنا بهم أنه شرحنا عليهم. يلا تفضل تفضل علي. نجيك هنا، هذا حمام عراقي، هذا حمام رز قديم عراقي. هذا الحمام، هذا الحمام يطير عد بدمه، هذا الحمام العراقي يطير عد بدمه. صار معلوم؟ هذا الأبو وهاي بته طبقتها إلى، لأن بته شو اسمه طيرته ماتت، طيرته نفس شكله، طيرته نفس شكله. هاي بته ما يغلط الدم، هذا هذا الانتاج مالته وانتاجه 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 تقريبا ما يقارب فوق ال 15 انتاج على هذا الانتاج. هذا عندك ابن المجرم المخلوع، وهاي طيرته الشذرية. هذا العين سودة، انا هنا علي من ارتكز. هذا الحمام ينتج بيور يا شباب، هذا الحمام عندي انتاجه بيور لان دم نقي، دم نقي. مالك علاقة بالهيرمن كوستر ذني بيض مزرق جوال. عندنا هنا هذا ابن المجرم، وعندنا هاي الشذرية، وعندنا هاي الشذرية. هاي الشذرية عيون برتقالية وهو عيون سود. هذا طير طيار وهي طيرة طيارة، ولذلك انتاجهن يكون طيار. واكو غلطات واكو طفرات، ان يكون الحمام، ان يكون الحمام احيانا بناته يكونن اثنين طيارات، بنات ان يكون الاثنين طيارات، وبنات ان يكون واحد طيار وواحد غير طيار، واحيانا يذب زوج، يذب زوج غير طيار. صار معلوم يا شباب؟ فانت انت اشتغل، اشتغل على هذا الدرس، اشتغل على هذا الدرس. اليوم مو كل طبقه عبالك ناجحه، ومو كل طبقه ناجحه تنتج لك، تنتج لك، تنتج تعرف الامهات طياره والانتاج مالته غير طيار. فمو معناها من هذا الانتاج وانت تقول غلط، لا، اجرب غيره، اجرب اول حليك، ثاني حليك، ثالث حليك، وبعدها يلا تحكم على الطير. هذا الحمام العراقي، هاي بت ال هاي عراقية، وهذا كراس، هذا كراس، وهاي طيرة عراقية بت العمدة، بت العمدة من الرسوس القديمة اللي امتلكها انا. هذا الحمام الرصاصي، هذا الأبو، هذا الأبو يعني ما يغلط رسه. هذا هسه أنا طيته بته اللي هي كانت على أمه شوية بياضة خفيفة رصاصية، وإنتاجه إنتاجه عالية ما يغلط، إنتاجه عالية ما يغلط، يذب طوخ عالية عالية، وأحيانا يذب شوية أفتح، شوية أفتح. وهذا الشيء جيد وشيء من الحمام البيور اللي هو رسه أبد ما يغلط. تفضل عيني طلعن، يلا 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 عيني طلعن التن. هنا ايش عندنا يا شباب؟ هنا عندنا الجولدن زيرة، يكون هاي الطبقة تنتج بيور، بس هذا ما ينتج بيور يا شباب، لأن دماء الزيرة يختلف عن دماء المالديف، فهذا ما ينتج حمام بيور. البعض من الناس عباله الجولدن ويا الجولدن، وين كان الاسم مالت الأستاذ مالته مختلف، عباله ينتج بيور، وهذا الشيء ما ينتج بيور. هذا هذا انتاجه هو، مع ذلك هذا داخله دماء يا شباب. حمام الشتري اغلب الحمام الشتري يدخله دماء، يدخله دماء. هذا الحمام الجولدن اللي هو ينتج بيور، هذا يعني ما كرس. اما هاي الطبقه يا شباب، هاي الطبقه، هذا الكمنجر، الكمنجر ويا الكمنجر تشينا،
هذا انتاجه مو حمام بيور يا شباب، مو انتاجه حمام بيور. انا بعدين اذا اريد اسوي لكم التفاصيل، التفاصيل يا شباب لازم ان تطبق الريشه الرفيعه، تطبق الريشه الرفيعه مع الريشه العريضه، صار معلوم يا شباب؟ كذلك هذا الاب يعني كمنقر تشينا مع طيره كراس، طيره كراس اخوها هذا الكراس اللي كان هنا أنا. هذا حمام عراقي، الفحل هندي والطيره شذريه، هذا هم ينتج كراس، هذا ينتج كراس يا شباب لان الدماء اختلفت. هذا الحمام الشتري ويا طيره كراس، هاي طبقه جديده يا شباب، هاي طبقه جديده ان شاء الله راح نتوفق بيها. هذا حمام سخي مباشر، هذا 10، هذا 10 ابد ما يغلط، هذا رقم 10. هناش عندنا هنا يا شباب عندنا الجونسره مع الكرسره، الجونسره مع الكرسره، هذا حمام ما ينتج بيور، هذا الحمام ما ينتج بيور. هاي طبقات نتجدد ان شاء الله، هاي طبقات جدد راح نباشر بيها لان قاعد اشتغل على لون، قاعد نشتغل على لون. وهسه الطيره تريد تبيض هي اللي تعلم. هذا تك عين برتقاليه وتك عين سوداء. هذا الأزبر طبعا أحد المتابعين اللي علق لي قال له هاشم سموا واحدة موطة واحدة أزبري، هذا الاسم يعني أشوفه مو بحق هاي الطيور، أريد أقوى من هذا الاسم. تحياتنا للأخ اللي معلق هو. هسه راح نسولف لكم يا شباب شلون البارحة أنا بالبثوث نزلت بث وسألت أحد الأساتذة، يعني ما أريد أقول لكم والله تعبت على بحث هاي الكلمة وهاي. شباب التكريس ايش بنسولف عن التكريس، التكريس بحر تجارب، التكريس بحر تجارب بي من المواري اللي تختلف عن مواري الفحل من الطيره. ان تشتغل شغل بكل هدوء. ما كل يوم والله أنا أسمع ذاك وأسمع هذا وأسمع ذاك يسولف وهذا يسولف. هذا الجولدن، هذا الجولدن ابن هذا. هذا العمدة، البطل العمدة. التكريس لا ترتكز على شيء اسمه طيار، ارتكز على مواصفات للطبقة. اولا اذا كانت الريشة مختلفة، إذا كانت عريضة تطبقها مع الريشة الرفيعة، هاي أول نقطة. النقطة الثانية كون أنت متأكد من الحمام مجرب طيار، هاي النقطة الثانية. كون تتأكد من لون الرجل، أن تطبق اللون الرجل الطوخ
مع الرجل الفاتحة. والله أدري بيها خانتك، أدري بيها ونقلتك، والله أدري بيها، بس مو وجه الذلة. تعرف تطلع يض أما على العين يا شباب، أما على العين، العين لا ترتكز عليها. إذا كانت العين البيضة ويا العين البرتقالية ويا العين السوداء ويا العين يعني الفاتحة ويا العين الطوخ شوية، لا ترتكز على هذا أكثر شيء. تخلي ارتكازك والله قالوا والعين العين قالوا والعين العين، العين مو ذات أهمية. خلي ارتكازك الأكبر أن يكون الحمام مجرب وأن يكون الحمام طيار بمعنى الكلمة. تريد تطلع ألوان مختلفة، اتعب. الأساتذة القدامى هذول اشتغلوا على حمامهم ما يقارب كله 25 سنة و 30 سنة و40 سنة، اشتغلوا الحمامهم يلا بدأوا دخلوا السباقات ويلا دخلوا، لما طلعوا طير طيار بمعنى الكلمة. مو اليوم والله أنا أمتلك حمام مستورد وحمام عراقي يلا خل أطب سباق، هذا غلط، هذا غلط، أنا أعتبره غلط بالنسبة لي. أنا أشتغل شغل صحيح وأطلع الطير الصحيح وأطلع الفرخة الصحيحة وأعرف الأوقات 100%، إيش وقت أعرف طير ينزل هذا وإيش وقت أعرف هذا وإيش وقت أعرف هذا وإيش وقت أعرف هذا. مو والله هو صيت وتعال والله خل أطب سباق وهناك وما أجيب السباق. ما شاء الله كلها قبت علينا درجة الحرارة وهاي الأمور. إيه شباب، طبعاً من الساعة طلعت درجة حرارة قوية هم، ومنها ذاكرة الجهاز طبعاً هاي المرة الثانية. يا شباب يعني أساني يعني أكل، شوف هذا الحمام كله ما يقارب تقريباً كله نص كيلو، يعني ما أطأكله هواي. من الساعة ذيك ربع طاسة لهنا، هاي طاسة صغيرونة لهنا، وخليت شوية فستق. هذا الحمام كله جوازات على ما ينخبط ينخبط ونقدمه للحمام. تعال هذا العلولة وهذا العمدة الحبيب، هاي الطيرة التشيبرا، هاي احنا انا اللي اصيح لها الميسي لكم بس هي تشيبرا. هاي الطيرة، هاي الشذرية طيرة اخونا حسين، هذا الكمنجرتشيني، هذا الجولدن، هاي طيرة عراقية بنت العمدة بنت هذا. فنرجع لكم يا شباب على موضوع الطبقات اللي دنسولف عليها ونشرح عليها. الطبقة يريد لها صبر ويريد لها تعب ويريد لها يعني واحد ينوع بالرسوس لما ينتكل على رس جيد. شوي يعني مرخصتك، شوي يعني أخر. صار معلوم يا شباب، مو كل واحد اليوم استورد لكم طير مستورد والدور جاب لكم طير عراقي وصار هو أبو الشرح براسك. فأنت اشتغل على حمامك، اشتغل براحتك، لما تضبط أمورك 100% تشوف شنو الصح وشنو الغلط. اليوم انت صير استاذ نفسك، لا
لا تنتكل على استاذ، لا تنتكل. هسه انا ايش قد ادخل الاساتذه وايش قد يعني ادخل واخذ معلومات من عندهم، يعني هم امن العلم يعني محدودين بشرحهم، محدودين. ما يعطيك شيء اسمه حار ومقسب، مستحيل. ما يعطيك، يجيبك منا ويحطك منا وما يقول لك تعال خذ اللي تريده، ابد ابد ابد. ايش قد قلت لكم بحثيت ودوريت وجبتها منا وحطيتها منا، نادرا يا دوب اخذت لك معلومه صحيحه، وباقي المعلومات لا والله، باقي المعلومات انا انت يعني تطلع من يعني من سطحي لما اشتغل عليها واقدمها للورد يعني. فشبابنا الغالين مثل ما قلنا لكم، التكريس عالم، التكريس عالم. وانت بما انه يعني هاو قديم هاو جديد هاوي متوسط، اشتغل براحتك، لا تستعجل، ما حد راكض وراك، وحش الناس هواية، مالك علاقة بكلام الناس، اشتغل براحتك، طلع لك طير صحيح. ها يعني انتج طير صحيح، انتج طير صحيح على مود يرفع اسمك ويرفع صيتك، بما انه اليوم انت قدمت طير جيد للساحة. فنرجع الموضوع يا شباب، الحمام عالج، حمام عالج وش اسمه وداري، مو مال لك انت دوخر، شلون يتفر بنعمة الله، ناس قاعد تاكل ومحترمه، ايش بيك؟ اكل حبيبي العمدة، اكل يا قلبي. هاي بنت طبعا البارحة نزلت بالجروب تفاصيل يعني، ويعني يا شباب قاعد انزل معلومات كلش حلوة، اللي يحب يدخل للجروب ان شاء الله راح اضيف لكم الرابط باول تعليق. ذاك الجروب توقف يا شباب، ذاك الجروب القديم توقف، فهذا الجروب سويناه جديد وقاعد ننزل بيه بثوث، وقاعد انزل بيه معلومات كلش حلوة، والناس يعني موجودة وقاعد يستفادون من عنده. فان شاء الله راح اضيف لكم اياه باول، راح اضيف لكم اياه بصندوق الوصف، وراح اضيف لكم اياه باول تعليق بالتعليق المثبت. نرجع اليوم الموضوع يا شباب، شلون تريد تعرف طير العراق بيور، وشلون تريد تعرف الحمام الباكستاني بيور. انا هسه راح اعلمكم طريقة، وهاي الطريقة مضبوطة 100% وأنا المسؤول عليها، أنا المسؤول عليها، وإن شاء الله يعني عن تجارب. ومع ذلك أنا سائل، بس أغلب الأساتذة اللي دخلت لهم ما عرفوا هاي المعلومة، قالوا هي صح معلومة صحيحة ومضبوطة 100%، بس يعني شلون اللي ما كانت ببالهم، بس هم وافقون الرأي، قالوا له هاي رقم واحد، قال له هذا رقم واحد عن الحمام تعرفه من هاي الشغلة بيور. فالشغلة وما بيها يا شباب، الشغلة وما بيها. هسه أنا جايكم بالكلام، هذا قاعد ياكل بالجوز، هذا ياكل بالجوز، خلص الجوز مالاتي. بابا جيبوا لنا شاي، شنو السالفه؟ اي والله شاي. شبابنا الغالين، الحمام البيور اللي انت تريد تعرفه من خلال اذا كان عراقي واذا كان مستورد. خبيثه خنيثه. Thank you.
طبعا اول نقطة تشتغل على انتاجات الطير يا شباب. الطير تطبق وياه مثلا هساني راح اشتغل لك السر اعطيك مثال راح اعطيك مثال وعلى مود تعرف شلون هذا طير اللي بيور ما يغلط بدمه او دمه نقي. راح تتجوز فكت الله يتجوز. فمثلا العمدة عندها احد الطيور العراقية مالته هذا العمدة البطل هذا ولادته 2009 طير بعد مو مال طيران انتهى وضعه. العمدة ما يغلط العمدة طيته تيدي العمدة طيته كمنجر طيته جولدن طيته رامبورية طيته عراقية شذرية طيته هي كانت طيرته مشروقة طيرته كانت مشروقة ذيك رقم واحد ماتت الطير على بيض وان شاء الله خل ادمج لكم الصورة مالتها يعني صورة تقهر كلش تقهر عدم موجودة شلون نايمة على فرخاتها وميتة بسبب طيران ومن نزلت من الطيران شربت ماي قبل وجوها زق ولقيتها ميتة على فرخاتها. فهذا الحمام يا شباب هذا الحمام او هذا الطير بالأخص انا اللي راح اسولف عليه هذا ما يغلط بانتاجه شلون راح نعرف بان هو بيور. هذا الطير هسه لحد الان ما يقارب فوق ال 35 انتاج مقدم لهذا الطير. هذا الطير انتاجه واصل الكركوك وواصل للموصل وواصل للبغداد ومنتشر بالنجف يعني خير من الله انتاجه خير من الله. هو والزعيم اللي كان عندي يذكرونا اصدقاء القدامى الزعيم ما يغلط. انا هسه اخو هاي طيرته كمنجر هاي طيرته الكمنجر 14 هاي طيرته هسه هي حاليا البارحة شفتها يمكن بيضت هنا يمكن ايه هاي بيضتها وهذا الانتاج مالته هذا عراقي عراقي اصل ما يغلط ما يغلط علموا ما يغلط ابد يا شباب. هذا الانتاج هسه هاي بناته ذن بناته وراح تشوفون ذن بناته نفس الخلقه هذا الانتاج يبقى بمسيرة حياته. لو مو تطبق له ألوان وتطبق له كل شيء ينتج عليه لأن دمه نقي وحمام بيور 100% حمام بيور 100%. إذا تعرفه مثلا أنا ذاك اليوم ضربت مثل بذن الجولدنات اللي وصل لي من أحد الأساتذة من باكستان قال له هاشم ذن بيور الأستاذ مالتن قال له هذا حمام بيور هذا تقريبا 7 انتاجات ببلع الشكل مالته. قلت اذن صحيح الحمام بيور احنا نثبت قرارنا اذا كان الانتاج فوق ال 25 يلا فوق ال 25 انتاج يلا نقدر نقول اذا ذب نفس شكل الام ونفس شكل الاب معناها الانتاج بيور او الحمام بيور 100% يعني اذا كان شكل الطيور الامهات يعني انت خو مو تطبق لي مثلا التيدي على كمنجر ويذب لك تك بتك هذا صح ان رسوس قويه بس كون انت تنتظر لمده 25 انتاج من الحمام ذيك الساعه ان توصل للمرحله ان تقول الحمام بيور. هذا الانتاج ذب لي 7 نفس الشكل مالته وثامن حلق وتاسع حلق غلط بالإنتاج ولذلك هذا الحمام مو بيور يا شباب. هذا الحمام مو دم نقي. هاي بناته وهذا شاهدنا ويانا هذا العمدة وهذا إنتاج العمدة صار معلوم يا شباب. فما دام غلط بالإنتاج معناها الحمام مو بيور يا غاليين. أما هذا السخة عشرة اللي موجود عندي هذا ما غلط هسه لحد الآن ما يقارب 11 حلق لو 10 حلوق لحد الآن ما غلط لحد الآن وأنا بعده تحت اختبار
ونختبره، ولحد الان كله ثوب واحد يذب لي، كله ثوب واحد يعني تقريبا. هسه يمكن هذا لو هسه الانتاج ذاك الجديد يمكن 12 لو 13، هذا الانتاج هسه اللي مو الفرخات وانما البيض اللي جوا يعني بعده تحت الاختبار موجود ويانا بالسجل. فشبابنا الغالين، الحمام البيور، الحمام الدم نقي، ان ينتج لك ما يقارب 25 انتاج من ظهرك من ظهرك. يلا يلا تقول، يلا تقول، تقدر تقول انه هذا حمام بيور 100% وحمام ما داخله دماء. يلا طب ما داخله دماء عليه. اما اذا غلط، اذا غلط بجناح او بريشه فهذا اقول هذا حمام مو نقي، هذا حمام غير نقي. انا البارحه وضحت بالجروب بالبث، وضحت بالتفصيل الممل شلون تعرف الحمام البيور العراقي اذا كان عراقي واذا كان مستورد. صار معلوم يا شباب؟ اللي يحب يتابع الفيديو موجود لحد الان ويستفاد من عنده، وان شاء الله راح اضيف لكم الرابط وتتابعونا بكل تصوراته. انا اليوم انا شردت ردت واحد يكمش للتليفون على مود اكمش لكم جنح الطير، اكمش لكم جنح الطير واكمش لكم واراويكم العين واراويكم الرجل واراويكم الاظافر على مود تكونون على معرفة اكثر. بس سبحان الله يعني ما عنده واحد يكمش للتليفون. فان شاء الله خيرها بغيرها وايامنا جاية حلوة بوجودكم. ونحاول نقدم لكم المعلومة اللي تفيدكم، الله شاهد. نحاول المعلومة انت يا شباب يا غاليين، انتم اشتغلوا على التكريس، اشتغل وطير وضبط امورك وشوف الوضعية. اما على شغلة الطيران اكيد يتواجد عندكم، اكيد يتواجد عندكم بكل اوقاته اذا كان بالصيف واذا كان بالشتاء. انا الفضل من الله يعني هاي الايام شوية قدرت اتنفس شوية الحمد لله والشكر، يعني اقدر يعني هسان رتبت الابراج الفوق وصعدت بعض الحمام ونزلتها لان درجة حرارة وصلت تقريبا 50 و49 و48، فانا بعد ما اسيطر اصعد فوق هناك، انا ما اسيطر نزلت حمامات وقعدت هنا وسكتت. ان شاء الله بس شوي خلي تصير درجة حرارة 40 عاد نقدر نصعد. انا هاي عدة شوف هاي فرخات كلها جاهزة، هنا أنا فرخات كلها جاهزة، عدة ذنيتش 4 فرخات جاهزات، عدة ذنيتش 3 فرخات جاهزات، هاي فرخة جاهزة. يعني عنده خير من الله وعنده هذا انتاج هسه ان شاء الله هم راح يلحقه، عنده خير من الله. يعني انا هم رجال بدي اتونس، هم مضوج والله، هم ضجت يعني من قاعدة الحمام اللي بالحديقة، ضجت الصراحة، ضجت من عنده. هاي عراقية، هاي بنت المجرم طبعا للعلم، المجرم صار من نصيب اخويا وحبيبي، صار هدية لاخوي حسين العبودة من نهال الشامية. اتمنى له التوفيق بي والله، اتمنى له التوفيق بي. فها هاي عندك، هاي الحبيبة الحليوة، والله تأخرت يعني تدرون اكو ذن هسه المخاليف ذن عبرا، سبحان الله ذن عبرا، ما دام اصلا وصلت اول ريشة وثاني ريشة ذبنها معناها حمام ما راح اخرجه، حمام راح انتج من عنده، حمام راح يكون منتج. والله تستاهلن صورة، تستاهلن صورة. خلي هذا ابن شن يمشن شن أنا بالصفحة بالعافية. شلون تلافة يلا شبابنا الغالي، إلى هنا وإن شاء الله نلتقيكم بفيديو جديد وتدللون يا غالي. أخوكم هاشم الساعدي، مع السلامة يا غالين.